من بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدث ناهد يوسف. ناهد، أهلا بك. ما هي التطورات حتى الآن؟ هل هناك أي إشارات أو معلومات عن قرب إطلاق سراح ويليام نون؟ حتى الساعة ربا ليس هناك أي معلومات جديدة أو أي تطورات جديدة في هذا الملف. الأعداد هنا أمام مركز أمن الدولة في منطقة الرمل البيضاء يعني تزداد تباعا من متضامنين مع ويليام نون من نشطاء وأهالي وحتى إعلاميين وسياسيين ونواب حضروا للتضامن معه رفضا لما يحصل من ما سموها انتقاص للعدالة فيما حصل في قضية ويليام نون. لمعرفة تفاصيل أكثر ربع عن الموضوع معنا شقيقة ويليام نانسي نون. نانسي، من شوي كمان وصل والدك وصار جوا إلى جانب والدتك وعدد من المحامين، هل عم تتواصلوا معهم؟ خبروكم أي تطورات؟ المحامين على أي أساس عم يشتغلوا لحل حالة الملف؟ بعدنا ناطرين. المحامية عم بيجربوا يعملوا شغلة أنه يفصلوا موضوع أنه إذا أجا بيتر منكمل المحضر مع الاثنين وبيقرروا إذا بيطلعوا اثنيناتهم أو لا، لأنه ويليام موجود، بيتر بعده ما إنه مبلغ رسميا، يعني في يجي في ما يجي ما إنه مبلغ، ما رح يجي إذا ما إنه مبلغ، فليش بده يربطون أصلا ببعضهم؟ وهن أصلا هن والأهل الباقيين مطلوبين على تحقيق التنان، مطلوب 12 حدا بيناتهم البيات، فيفلوا رح يرجعوا التنان كلهم، ما نحن على طول هون بالأجواء بين العسكر ما رح نهرب يعني. بي فات لجوا، صار هو أمي جوا، مفروض يقدر يشوف ويليام شوي. عم بقدر بتواصل معهم بس هن هلا بعدهم ناطرين محامية تشوف شو بده يقرروا، إذا القاضي بيرجع بيعطي إشارة إنه ينخلى سبيله أو لا. بس ما في أي تطورات جديدة؟ ما حصل أي شيء جديد؟ بعد مش عارفين شيء، وحتى المحامية بعدهم عم بيفاوضوا على قصة هالموضوع. القاضي بعد ما غير ولا إشارة. امبارح والدتي كانت مؤثرة كلمتها لما قالت قتلوا لي شاب وحبسوا لي الشاب تاني، هيدا الشيء حتى ما عم بيقدر إنه يأثر على المسار جوا بالملف؟ هو لو بده يأثر هيدا الشيء ولو بدهم يحسوا شوي إنه نحن أهالي شهداء، ما كانوا من الأساس بيدعوا على أهالي شهداء وعلى أخوي، لأنه نحن عم نطالب نعرف شو صار بخي اللي انقتل، مش بيجوا بيحبسونا نحن الإخوة الباقيين والأهالي بينطلبوا على التحقيق، ولا بيخلوا الأهالي يقفوا برا بالشتاء ويتبهدلوا أمات وبيات تحت الشتاء حاملين صور إخواتنا وولادهم كرمال إنه يطالبوا إنه يطلع حدا منا من جوا. لو بدهم يحسوا كانوا حسوا، إن شاء الله يصير فيهم مثلنا شي نهار. نحن قبل الانفجار ما كنا نداعي حدا، بس هلا هودي اللي خاصهم بالانفجار إن شاء الله شي نهار يصير فيه مثل ما نحن صار فينا، بس تيحسوا ربع اللي نحن حسيناه. ميرسي. شكرا نانسي.